التالي عبر الحدود مع محمد الفاضل. هنا بغداد، إذاعة جمهورية العراق تقدم. America is governed by America. The United States will not tell you. عالمنا قرية صغيرة، لا أحد يعيش بمعزل عن الآخر. إيران نفغت تهديد نيس، فكل شيء مرتبط ببعض. نيجة تهديد، نيجة صادرن، نيجة فتنة مستسلنية. السياسة، الاقتصاد، الأمن، السياحة. لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمكن المجلس من تجاوز تلك التحديات. ملفات نحاول البحث فيها مع متخصصين في الشؤون الدولية لنضعكم في صورة ما يجري في العالم. إن الموقف من قضية القدس يجب أن يظل معيارا حاكما في علاقة الدول العربية بالدول الأخرى. عبر الحدود، عبر الحدود، عبر الحدود. إعداد وتقديم محمد الفاضلي. طابت أوقاتكم وسعد سادتي الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عبر الحدود، وهو يأتيكم عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد. حلقة اليوم نبحث فيها إصرار الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة للمراقبة العسكرية، ويأتي هذا القرار المخالف لإرادة الرئيس الأمريكي الجديد بالتنسيق مع موسكو في المسائل المرتبطة بالأمن الدولي قبل أقل من 3 أسابيع من قمته الأولى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو/حزيران في جنيف، وملف أوكرانيا الذي وسع الهوى بين واشنطن وموسكو. نناقش هذه الموضوعات في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكن بعد فاصل قصير. عبر الحدود مع محمد الفاضلي. نحييكم من جديد مستمعين الكرام، رحبوا معي بضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والدولية الدكتور محمد الحديثي. مساء الخير دكتور محمد. أهلا ومرحبا أستاذ محمد. حياك الله دكتور. بداية لنتكلم في البدء عن معاهدة الأجواء المفتوحة للمراقبة العسكرية وما أهميتها. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد، تحياتي لجنابك والمستمعين الكريم. يعني بلا شك المعاهدة تعبر حقيقة عن حالة من حالات تطور التعاون في العلاقات الدولية، وتطور حقيقة مسألة يعني عمل المنظمات والائتلافات والاتحادات الدولية، وهذه حقيقة يعني احنا شاهدنا في العلاقات الدولية تطور مسار باتجاه تعزيز التعاون بين مجموعة من الدول إلى أن يؤسسوا يعني إلى أن يذهبوا إلى عمل أكثر مؤسسية من خلال توقيع معاهدة. المعاهدة في بطبيعة الحال أهميتها يعني الاستراتيجية هي في اتفاق مجموعة من الدول على مسألة الرقابة العسكرية المتبادلة اللي تسمح الدولة بموجبها بانضمامها إلى هذه المعاهدة للدول الأخرى المشتركة معها في المعاهدة بأن تسمح لطائرات الدول الأخرى بقضايا التصوير وقضايا المراقبة واستعمال إمكانيات تقنية وتكنولوجية عالية. طبعا هذه يعني بطبيعة الحال يعني ربما نقول كانت واحدة من الوسائل التي شجعت التعاون والتي تشجع تعزز التعاون في العلاقات الدولية لا سيما بين مجموعة كبيرة من الدول. وربما يعني مسألة حقيقة هذه المعاهدة ومثيلاتها أخرى في يعني إحنا شاهدنا حقيقة منذ مرحلة ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين ازدادت حالة التكتلات والاتحادات والتجمعات الدولية، وربما هذه المعاهدة ومعاهدات أخرى دليل على تطور مسار التعاون في العلاقات الدولية بين القوى الفاعلة في النظام الدولي. طيب لماذا يصر بايدن على البقاء خارج معاهدة الأجواء المفتوحة للمراقبة العسكرية؟ نعم، يعني هو بلا شك مسألة يعني مسألة الرقابة العسكرية مسألة مهمة بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية وأمنية في العالم، لكن أيضا لا ننسى مسألة مهمة جدا أستاذ محمد، مسألة الدخول في المعاهدات والخروج منها، تعليق العضوية، الانسحاب، في الغالب هي أداة سياسية وليست أداة فنية أو تقنية، يعني بالمعنى إنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع ولديها رؤية استراتيجية في إدارة
القضايا العالمية، وبالتالي مسألة الانسحاب عادة ما تكون أداة لتحقيق أهداف أخرى أو لإخضاع دول أخرى أو لفرض إرادات من هذا الطرف. نعم. سنأتي على هذه الأهداف، لكن دعنا نشرك معنا في الحوار من واشنطن أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الدكتورة سحر خميس. مساء الخير دكتورة سحر. أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة. أهلا بك دكتورة. يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد بدأ بخطوات لإعادة بلاده إلى اتفاقات دولية عدة كان سلفه دونالد ترامب قد انسحب منها، ما الرسالة التي يريد بايدن إرسالها لموسكو؟ أعتقد أن رسالة بايدن واضحة منذ اليوم الأول، وهي أمريكا إسباك أو أمريكا عائدة مرة أخرى، بمعنى أنها عائدة إلى الزعامة وإلى الصدارة الدولية والعالمية بعد مرحلة قد انكمشت فيها هذه الزعامة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. دونالد ترامب وضع شعار أسماه بأمريكا فيرست أو أمريكا أولا، تحول مع الأسف الشديد مع مرور الوقت إلى أمريكا ألون أو أمريكا بمفردها، بعد أن أصبحت لها سياسة أكثر انعزالية وأكثر انكماشا على الساحة الدولية. نعرف أن ترامب قد انسحب من عدة منظمات عالمية ودولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسكو ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وحتى المناخ باريس المناخ واتفاق النووي الإيراني وغير ذلك. كل هذه الأمور بالإضافة إلى تباعده عن الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية مثل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، كل هذه الأمور أدت إلى دكتورة سحر هل ما زلتي معنا؟ نعم، سنعاود الاتصال مرة أخرى بالدكتورة سحر خميس وهي أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند. دكتورة سحر نعم سنعاود الاتصال بها مرة أخرى. أعود لضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الحديثي الباحث في الشؤون السياسية والدولية. دكتور، يعني كما أشرت إلى أن هناك أهداف تبتغيها واشنطن من خلال خروجها من هذه المعاهدة، ما هي أبرز هذه الأهداف؟ يعني في إطار الحديث عن الأهداف الأمريكية، يعني هو كما معلوم حقيقة معاهدة جماعية لمجموعة من الدول الكبرى فيها روسيا والولايات المتحدة، بلا شك هذه المعاهدة ستشهد استقطابات كبيرة وتنافس كبير لتحقيق أهداف وأغراض سياسية، وبلا شك أيضا أنه الحقيقة الإدارة الأمريكية يعني إدارة الرئيس جوزيف بايدن جاءت منذ البداية باتجاه تصعيد العلاقات مع روسيا وباتجاه حقيقة توجيه اتهامات، وإحنا يعني شاهدنا الرئيس الأمريكي وجه اتهامات كبيرة للرئيس الروسي، وتتحدث يعني تحدث الناطق باسم البيت الأبيض وتتحدث الخارجية الأمريكية على أنه الانسحاب الأمريكي هو خطوة مماثلة للانسحاب الروسي من المعاهدة، وهذه ربما شائعة في العلاقات الدولية، إذا كانت هناك دولة تنسحب بدون أسباب أو مبررات مقنعة هذا يعطي مبرر مشروع للدول الأخرى للانسحاب من المعاهدة. يعني حقيقة بلا شك أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذه الخطوة إذا ما أقدمت عليها إدارة الرئيس بايدن فهي بلا شك تناقض تماما المنهج الذي يريد اتباعه الرئيس بايدن، وتناقض أيضا أولويات الولايات المتحدة في تعزيز الشركاء والحلفاء. احنا نعلم أنه الرئيس بايدن كما قال يعني كما قيل في الإعلام الغربي هو ربما يمثل الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس أوباما، ومعروف منطق الديمقراطيين هو باتجاه تعزيز الحلفاء والشركاء، وهذا الوجود في المعاهدة هو دليل على التعاون مع الدول الأخرى في إدارة ملفات مهمة في العلاقات الدولية. على العكس من ذلك تماما الانسحاب سيعطي صورة سلبية بلا شك عن الأداء السياسي للرئيس جوزيف بايدن وعن مكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي أيضا. طيب نعود مرة أخرى لأستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند من واشنطن الدكتورة سحر خميس. دكتورة سحر، يعني كنت قد سألتك عن يعني الرسائل التي يحاول بايدن إرسالها لموسكو من خلال يعني إعادة بلاده إلى عدد من الاتفاقيات أو حتى خروج بلاده منها. نعم، أعتقد أن أجبت على هذا على هذه النقطة بتوضيح عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الصدارة والزعامة الدولية أو شعار أمريكا إز باك الذي ركز عليه كثيرا جو بايدن. أعتقد هو يريد الآن أن يرسم سياسة جديدة تحدث عنها بايدن شخصيا وتحدث عنها أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عندما قال نحن نريد علاقة جديدة
مع روسيا تتسم بما أسماه بالثبات والاستقرار والتوقع، أن يكون هناك نوع من أنواع توقع رد الفعل الروسي. طبعا هذه الرسائل معناها أن هناك نوع من أنواع الحذر أو التخوف الشديد من كثير من الأفعال والتصرفات التي قامت بها روسيا في الآونة الأخيرة، أدت إلى نوع من أنواع التوتر والتصاعد السيء في العلاقة بين الدولتين الكبرتين. مثل على سبيل المثال لا الحصر كثير من الأفعال التي قامت بها روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية في عام 2016. هناك أيضا التعامل الخشن مع المعارضين مثل نافالني وغيره. هناك أيضا تحركات روسيا نحو أوكرانيا. هناك أيضا ملف بيلاروس. هناك ملفات كثيرة. هناك أيضا طبعا كما نعرف أن الرئيس بايدن قد وصف بوتين بالقاتل، مما أدى إلى سحب السفير الروسي للولايات المتحدة الأمريكية. هذه النغمة من التصاعد والتوتر بالفعل أصبحت سائدة في العلاقات. هناك الآن رغبة من الجانب الأمريكي لوجود نوع من أنواع العلاقة المتوازنة على حد تعبير رئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، لوجود علاقة من الممكن أن نقول أنها تتسم بالاستقرار وبالاستمرارية وفي نفس الوقت بتوقع رد الفعل الروسي. هذه هي المرحلة الجديدة أو الصفحة الجديدة في العلاقات بين البلدين. تختلف بالطبع عن سياسة دونالد ترامب التي كان فيها نوع من أنواع أحيانا الخنوع أو الخضوع وعدم القدرة على مواجهة بوتين ولا مواجهة روسيا حيال كل هذه الملفات الشائكة. طيب دكتور، يعني بعد أقل من 3 أسابيع ستقام القمة الأولى لبايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 حزيران في جنيف، كيف ترين مخرجات هذه القمة المرتقبة؟ ستكون هذه القمة هامة للغاية. توقيت القمة هام جدا بعد كل هذه التوترات والتصاعدات في العلاقة بين الدولتين كما تحدثنا سابقا على خلفية كل هذه الملفات الشائكة والساخنة التي أدت إلى توتر العلاقة بين الدولتين الكبرتين. هناك الآن أول قمة طاقت بين الرئيس بوتين والرئيس بايدن. من الجدير بالذكر أن بايدن كان قد التقى ببوتين سابقا عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها كرئيسين لدولتين كبرتين، فهذه نقطة هامة. هناك الآن رغبة في احتواء كثير من التوترات التي حدثت بين الدولتين كما ذكرنا سابقا. هناك أيضا ملفات هامة وساخنة وشائكة سوف يتم التحدث عنها ومناقشتها في هذه القمة. على سبيل المثال ملف بيلاروس، ملف التحرك الروسي نحو أوكرانيا، وطبعا دائما أمريكا تركز على حق أوكرانيا في الحفاظ على استقلالية أراضيها ونفوذها على أراضيها وكل هذه الأمور والسيادة الكاملة على أرضها. هناك أيضا ملفات خاصة بالحد من التسلح واتفاقيات الحد من التسلح، خاصة في ظل تمديد اتفاقية ما يسمى بنيو ستارت للحد من التسلح. هناك كثير من الأجندات والملفات الأخرى التي سوف تضاف أيضا في خلال الأيام القادمة بين الآن وبين منتصف شهر يونيو عندما يلتقيان في 16 من شهر يونيو. فهناك كثير من الأمور سوف تتضح أيضا في خلال هذه الفترة وتضاف إلى أجندة هذه القمة الهامة للغاية. كنت معنا من واشنطن أستاذة الإعلام في جامعة ميرلاند الدكتور سحر خميد، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. نعم مستمعين الكرام، نتهى في فاصل قصير ومن ثم نكمل معكم. عبر الحدود مع محمد الفاضلي. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد وأيضا عبر صفحتنا في فيسبوك. موضوع حلقتنا لهذا اليوم في عبر الحدود انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة للمراقبة العسكرية، أيضا التوتر بين موسكو وواشنطن بشأن بيلاروسيا وأوكرانيا وعلاقة روسيا بالغرب، وأيضا كما أشارت الدكتورة سحر خميس من واشنطن بشأن يعني مسألة المعارضين وضربت مثال بنافالني. أعود بالسؤال إلى ضيفي في الاستوديو وأحييه مرة أخرى الباحث في الشؤون السياسية دكتور محمد الحديثي. دكتور محمد، يعني قرار بايدن برأيك هل سيعرقل التنسيق مع موسكو في المسائل المرتبطة بالأمن الدولي؟ نعم،
شكرا لك أستاذ محمد. يعني بلا شك أنه الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتعزيز الزعامة في النظام الدولي وتسعى للحفاظ على مكانتها كقوة متفوقة في النظام الدولي. هذا لا يمنع أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق تعاون مع القوى الأخرى الفاعلة في النظام الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم. مسألة الانسحاب من المعاهدة ربما يعني حقيقة لن تكون بالخطورة أو بالمستوى الذي سوف يعيق التنسيق الأمريكي الروسي في أكثر من منطقة، وربما حتى في منطقة الشرق الأوسط نحن لا ننسى أن هناك ملفات مترابطة. يعني هذه الانسحاب من المعاهدة لن يكون هو العائق الأول أو المباشر الذي سوف يعيق العلاقات الأمريكية الروسية. لا ننسى أن هناك تنسيق أمريكي روسي فيما يتعلق بالاتفاق النووي ومحاولات روسيا حث الإدارة الأمريكية الجديدة على العودة للاتفاق النووي. هناك مفاوضات مستمرة في فيينا وفي عواصم أخرى من العالم. أيضا فيما يتعلق بأحداث الصراع في سوريا وتطورات المشهد في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتعلق بموضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والدور الأمريكي الروسي في ذلك. وبالتالي أنا ما أعتقد أنه مسألة الانسحاب من المعاهدة سوف تعيق باقي جوانب العلاقات الأمريكية الروسية، مع أنها بلا شك تمثل أهمية كبيرة في هذا الصدد. هناك مسألة مهمة جدا يعني سوف يعني ربما سوف تتضح في الملامح الأولى أو في السنة الأولى لإدارة بايدن. ما هو النمط الذي سوف يسير عليها الرئيس بايدن في التعاطي مع روسيا الاتحادية؟ نحن كنا يعني شاهدنا الرئيس السابق دونالد ترامب تعامل باللا تماهي مع المطالبات الأمريكية بتحجيم روسيا، بعدم التعاون مع روسيا، بعدم التقارب أو يعني تحقيق مجالات تعاون كبيرة في هذا الصدد، وربما آخرا ما حصل في الانتخابات وقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وغير ذلك. وربما لحد الآن لم تتضح مع يعني معالم واضحة في السياسة الأمريكية اتجاه روسيا واتجاه القوى الأخرى، باستثناء التصريحات السلبية اللي صدرت من الرئيس بايدن باتجاه الرئيس بوتين وزعماء آخرين في العالم. أنا يعني أعتقد لا تزال حقيقة المسألة غير واضحة، ولا تزال الصورة غير واضحة في سياسة الرئيس بايدن تجاه روسيا وغيرها من الدول في العالم. طيب الناطق باسم الخارجية الأمريكية قال إن واشنطن تشعر بالأسف لتقويض انتهاكات روسيا معاهدة الأجواء المفتوحة. ما هي الخطوات التي أقدمت عليها برأيك روسيا لكي يعني تنتهك هذه المعاهدة؟ يعني في المناسبة يعني هناك دائما يعني حقيقة مسألة شائعة في العلاقات الدولية هو عدم التزام روسيا بالاتفاقيات وبالمعاهدات وحتى في العمل في إطار المنظمات الدولية. وربما روسيا من الدول المصنفة دائما أنها يعني حقيقة تنتهك هذه التعليمات وتنتهك الاتفاقات الدولية. يعني بلا شك أنه نحن نتحدث عن يعني نتحدث عن قوتين كبيرتين متصارعتين في النظام الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية تريد دائما حقيقة التضخيم من الخطر الروسي والتضخيم من المساعي الروسية للاستحواذ على مناطق جديدة، لنشر قواعد عسكرية في مناطق جديدة، وكذا بالمقابل أيضا روسيا دائما تشير إلى هذه المسألة وتحضر في هاي في هذا الإطار دول مثل أوكرانيا وجورجيا ودول آسيا الوسطى وغيرها من الدول اللي دائما ملفات حاضر في سياق العلاقات الأمريكية الروسية. يعني ما حصل حقيقة في يعني ربما ما حصل في مناطق كثيرة وما حصل في الإقدام الروسي على ضم إقليم شبه جزيرة القرم، فعاليات عسكرية أخرى، مناورات عسكرية أخرى مسجلة أنه روسيا انتهكت فيها الاتفاقات الدولية. وربما أنا يعني حقيقة يعني ربما لا أشكك في صحة الادعاءات الأمريكية بأن روسيا لا تلتزم دائما في الاتفاقات الدولية، بس لكن المسألة المهمة جدا أيضا الولايات المتحدة أيضا خيبت الآمال في مرحلة ترامب، لأنه رئيس ترامب انسحب من منظمات وانسحب من اتفاقات دولية كبيرة جدا، وربما أعطى نفس الصورة السلبية اللي تأخذ عن روسيا أعطيت للولايات المتحدة الأمريكية. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار من أوكرانيا دكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية والخبير بالشؤون الأوكرانية. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا بك سيدي. دكتور محمد، يعني برأيك هل ملف أوكرانيا يعد الأصعب بين جميع الملفات العالقة بين الولايات المتحدة وروسيا؟ بالضبط سيدي الكريم، هذا هو أنت يعني تحدثت بالصميم. الملف الأوكراني اليوم حتى لو جرى توافق بين روسيا وواشنطن في العديد من القضايا سواء في سوريا أو عدد من البقع، أوكرانيا أصبحت اليوم حليفا مهما جدا للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن روسيا في سياستها الأخيرة مع أوكرانيا منذ عام من الثورة البرتقالية وثم طبعا الحرب في الدنباس وحاليا احتلال القرم، هذا النهج يعد خطيرا جدا للأسباب التالية. أولا هذا هو الذي كان حدث عام 1939 عندما أقدم الاتحاد السوفيتي على
احتلال وضم أراضي من أوروبا الشرقية، وهذا كان جرى أوروبا كلها في حرب عالمية ثالثة. فهنا الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بأن روسيا أصبحت تتوسع ليس سياسيا إنما جغرافيا، وهذا الأمر محسن. ثانيا، اليوم واشنطن وبالذات إدارة بايدن وهي طبعا من أحد مهندسي وداعمي ثورة الميدان التي بدلت الرياح في كييف، ترى بأنه لابد من الحفاظ على حليفها أوكرانيا، وأوكرانيا اليوم هي بالطبع تشعر بالخطر أكبر من جهة روسيا. النقطة الثالثة، هذه الاتفاقية من وجهة نظري لم يبقى لها يعني مستقبل، لأن الثقة زعزعت كثيرا حتى في الحرب في جورجيا. كانت الاتفاقية سارية في حين هنالك دول موقعة على الاتفاقية. روسيا اجتاحت أراضي جورجيا واحتلت 30% من أراضيها، ونحن نتحدث عن استعمار بالسلاح، استعمار تغيير الجغرافيا، تغيير الواقع، وهذا النهج خطير ولم يقبل الاتحاد الأوروبي ولا أمريكا. النقطة الأخيرة والهامة جدا، حاليا هنالك بعد انسحاب الإدارة السابقة ترامب أصبح هنالك أمور تقنية كثيرة في حال لو توفر القرار السياسي لدى الطرفين، مثلا وهو لدى واشنطن حاليا، هنالك عملية إرجاع الطائرات المتفق عليها للطلعات وفق الاتفاقيات التي يجب أن تنضبط بها كل البلدين، تقنيا صعبة جدا لدى واشنطن. أما بالنسبة لروسيا، روسيا صدقت على الخروج، لأن أمريكا تتهم روسيا بأنها تمنعها من إجراء طلعات فوق إقليم كالينغراد، وهو إقليم روسي في العمق الأوروبي. أي أن الاتفاقية للأسف الشديد حاليا أصبحت مرفوضة من كلا الطرفين الأعظمين، ولكن كل يبرر ويتحجج بالآخر كي ينسحب منها أولا. طيب يا دكتور محمد، يعني هناك قمة في جنيف مرتقبة لبوتين وبايدن، هل سيكون يعني لأوكرانيا نصيب في مشاورات ومباحثات الرئيسين؟ أنا أعتقد عندما تغيرت الإدارة الأمريكية في واشنطن هنالك ثلاث ملفات أصبح لها اهتمام أكبر على مستوى العالم. القضية الفلسطينية، القضية الأوكرانية، والعلاقات الأمريكية الصينية. هذه الثلاث ملفات اليوم هي التي يعني تحظى دوليا بالنصيب الأكبر من اهتمام بايدن. أوكرانيا اليوم سوف تكون هي طبعا محل اختلاف ومحل عدم وفاق، لأن الرؤية مختلفة تماما. روسيا تريد أن تعيد أوكرانيا إلى فلك تأثيرها، وتتخذ بذلك سياسات حاليا مرفوضة من كل أطراف وسياسات غير حكيمة من وجهة نظري. من جهة أخرى، بالنسبة لأمريكا، هذه فرصة سانحة وقوية أن تعزز وجودها في أوروبا الشرقية، وتضع أيضا منصات باتريوت وصواريخ على أرض أوكرانيا التي هي الآن تفتح أبوابها بكل مصراعيها لواشنطن. وهنا لا أرى يعني أي صراحة توافق ولو قريبا. النقطة الثالثة، وهو عندما قدم بايدن إلى الحكم وصف بوتين بالقاتل بهذا الكلمة كيلر، بالقاتل، لأنه يقتل أطفال أوكرانيا، أي أنه حسم موقفه من هذه القضية. الأمر هنا مرهون، هل بوتين وهل روسيا قادرة أو راغبة على تغيير سياستها من جارتها أوكرانيا اليوم حاليا أم لا؟ إذا روسيا غيرت السياسة أو النهج بالطبع قد يكون توافق، لكن إن لم تغير وبقيت متزلفة، فبالطبع سيكون هنالك هذا الملف سيلقي بظلاله على ملفات أخرى. طيب دكتور، سؤال أخير لحضرتك، لماذا لا تقبل روسيا أي تقارب بين أوكرانيا والغرب، يعني بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أو بين علاقات متينة بين أوكرانيا والولايات المتحدة؟ أشكرك على هذا السؤال المهم جدا. وهذا طبعا يحتاج الصراحة إلى حلقة خاصة. من وجهة نظري، الأزمة الروسية تكمن في طريقة التفكير من العقل الروسي. على سبيل المثال، اليوم هنالك يعني تطلع في العلاقات لغة المصالح. لو تعاملت روسيا مع أوكرانيا بلغة المصالح، أي بلغة عملية جذبها وترغيبها في ملفات مثل الغاز وعدد قرارات، لكانت أوكرانيا على شكل دائم الحليف الأكبر لموسكو. ولكن روسيا في العقل الروسي ترى أن أوكرانيا أصلا غير موجودة، وتريد أن تمحيها من الخارطة، وتريد أن تعيدها
تقليما كما كان في روسيا عهد روسيا القيصرية. وهذا النهج يعني نهج القرون الوسطى وهو مرفوض. إضافة حتى يعني مبرر يوضح عندما استقلت عندما انهار الاتحاد السوفيتي، أوكرانيا كانت تملك الترسانة النووية الثالثة عالميا. تخيل أن أوكرانيا تخلت عن هذه الترسانة التي اليوم دول تبذل من أجلها الكثير من النفيس طبعا بموجب اتفاقية بودابست، أي موجب ورقة تعهد فيها بريطانيا وواشنطن وموسكو بعدم مسألة أرض أوكرانيا. تخيل أي أن حجم الطيبة أو حجم الرغبة الأوكرانية في السلام. ولكن أوكرانيا عندما رأت على أرض الواقع في 30 عام الاستقلال أن روسيا لا تريد دولة جارة وصديقة، تريد أن تقضي على هذه الدولة، استنفرت أوكرانيا بكل قواها وبدأت تبحث عن حلفاء. فبحث أوكرانيا عن حلفاء وجدتها في واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي. هذا كان ردة فعل للسياسات الغير حكيمة الروسية. فروسيا لا تريد أن تكون أوكرانيا قوية تبع ترفض أخرى. أما موضوع الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا عرضت على روسيا سابقا أن تكون أوكرانيا دولة ضمن قيم أوروبية وخارج حلف الناتو بشرط أن تتراجع روسيا عن سياسة عدوانية، ولكن روسيا لم تقبل بذلك. هاي الأزمة في العقلية الروسية مع جيرانها هنا أعتقد يعني لب الموضوع. أما الباقي فيه تفاصيل. نعم، رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية والخبير بالشؤون الأوكرانية، كنت معنا من أوكرانيا دكتور محمد فرج الله، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. شكرا لكم وبارك الله فيك. شكرا جزيلا. نعم مستمعينا الكرام، نتهى في فاصل قصير ومن ثم نكمل معكم. عبر الحدود مع محمد الفاضلية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد، وأيضا عبر صفحتنا في فيسبوك في برنامج عبر الحدود. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة للمراقبة العسكرية، وأيضا نبحث في المسائل العالقة بين موسكو وواشنطن. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والدولية دكتور محمد. عند الانسحاب الأمريكي يعني انتقد بايدن الذي كان لا يزال مرشح ديمقراطي للانتخابات الرئاسية أنذاك قرار الرئيس الجمهوري ترامب، معتبرا أنه ينم عن قصر في النظر بعدما كان ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاقات دولية ومنظمات كثيرة. ما الذي تغير الآن؟ نعم، يعني هو بلا شك أن التقلبات حقيقة تقلبات الواقع السياسي سواء الأمريكي أو الدولي كثيرة جدا، وهناك متغيرات كثيرة تؤثر في هذا الموضوع. وبالتالي يعني ليس على طول الخط أن يلتزم الرؤساء الأمريكان بالبرامج الانتخابية أو بالمواقف السياسية التي يعني تظهر منهم في مراحل الحملات الانتخابية. ودليل ذلك تصريحات الرئيس بايدن عندما كان مرشحا ديمقراطيا إزاء التصرف الأمريكي في الانسحاب من المنظمات الدولية. فقط أود أن يعني أعلق على ما جاء في كلام الزميل من أوكرانيا فيما يتعلق بالطيبة والسلام. يعني لا توجد طيبة في العلاقات الدولية. الترسانة النووية نقلت من أوكرانيا إلى روسيا لأن اتفاقية تفكيك الاتحاد السوفيتي تضمنت على أن تكون روسيا الاتحادية هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي وتتحمل التزاماته الدولية والداخلية بالكامل. وبالتالي لم يكن المسألة بادرة حسن نية من قبل أوكرانيا إزاء روسيا أو إزاء غيرها من الدول في العالم. هذا فقط للتوضيح. فيما يتعلق ايضا في يعني حقيقه في طبيعه التعاطي الامريكي، نحن يعني يجب ان ايضا لا ننسى يعني صانع القرار الامريكي يتاثر بمجموعه من المتغيرات بعضها داخليه وجزء كبير منها خارجيه. هناك دور كبير للوبيات، هناك دور كبير للمجمع الصناعي العسكري الامريكي. هذه كل المؤسسات تشترك في التاثير على قرار الرئيس الامريكي. والا ليس من المنطق ان الرئيس بايدن يعترض على الانسحاب الامريكي من اتفاقيات المناخ ومن الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان ثم يأتي لينسحب من هذه المعاهدة اللي أنا في تقديري ربما الوجود فيها أو هي بشكل كامل أقل أهمية من اتفاقات دولية مثل المناخ أو مثل منظمة الصحة العالمية. طيب، هل سيؤجج الانسحاب من المعاهدة الخلافات بين الغرب وروسيا
وسيزيد مخاطر إساءة الحسابات والنزاع. نعم، يعني هو بلا شك أنه حالة يعني تأرجح العلاقات الغربية الروسية حالة دائمة، وربما منذ مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تأرجحت العلاقات الروسية الغربية باتجاه التعاون أحيانا وباتجاه الصراع أحيان أخرى، وربما أوكرانيا هو الملف المحوري اللي يزيد من تعقيد العلاقات الأوروبية الغربية. أستاذ محمد، مسألة مهمة جدا يجب أنه نشير إليها طالما تحدثنا عن هذه المسائل المعقدة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد توظيف أوكرانيا وجورجيا أدوات لتحقيق الهيمنة والنفوذ في هذه المنطقة من أجل محاصرة روسيا، من أجل احتواء روسيا، من أجل تطويق روسيا. بالمقابل روسيا الاتحادية تريد أن تثبت للعالم أنها قادرة على تحقيق نفوذ خارجي من خلال السيطرة على هذه الدول. لكن لكن كما أشار ضيفنا من أوكرانيا، لكن لا تقدم أي تسهيلات، بالعكس تستعمل العقوبات أحيانا. يعني روسيا تستعمل مثلا صادرات الطاقة كأداة لمعاقبة هذه الدول، ولا يعني لا حقيقة بسبب الموقع الجيوسياسي. نحن نعلم مثلا أن أوكرانيا 80% من الغاز الروسي اللي يذهب إلى الدول الأوروبية يمر عبر أوكرانيا، وبالتالي هذه فيه تكاليف مرور. روسيا تستخدم في بعض الأحيان الطاقة أحيانا للعقوبات وأحيانا للتسهيلات وأحيانا تعطي بأسعار تفضيلية من أجل الحصول على مكاسب سياسية. لكن أكو مسألة مهمة جدا. القوى الأوروبية الكبرى لا سيما بريطانيا فرنسا ألمانيا عندما أدركت أن هي بحاجة إلى الطاقة الروسية قللت يعني من حدة الخطاب إزاء روسيا وإزاء تحالفها مع الولايات المتحدة، وهذا حصل بسبب مشروعين أساسيين. المشروع الأول استراتيجي الأول هو توسيع حلف شمال أطلسي، والمشروع الثاني هو توسيع الاتحاد الأوروبي. ولذلك عندما أدرجت أوكرانيا وجورجيا على لائحة الدول المرشحة للدخول إلى حلف الاتحاد استعملت روسيا قوى عسكرية، تدخلت في جورجيا، تدخلت في أوكرانيا 2014 من أجل أن تدافع عن الأمن القومي الروسي. ولذلك مصير هذه الدول، يعني ربما هذه الدول اللي يطلق عليها برجنسكي الدول الخاسرة جيوسياسيا، مثل أوكرانيا، مثل باكستان وأفغانستان بالنسبة لإيران، هذه الدول دائما حقيقة تعيش في مشكلات دائمة بسبب موقعها في مناطق معقدة عليها تنافس دولي، عليها تنافس إقليمي كبير أيضا. طيب دعنا نذهب في فاصل آخر دكتور محمد. مستمعينا الكرام، نذهب في فاصل قصير ومن ثم نكمل معكم. عبر الحدود مع محمد الفاضلية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج عبر الحدود، وهو يأتيكم عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أعود وأرحب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والدولية دكتور محمد الحديثي. دكتور محمد، أنت أشرت إلى موضوعة الغاز والطاقة، لماذا تخلى بايدن عن فرض عقوبات حاسمة ضد مشروع أنبوب غاز نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا؟ نعم، هذا يعني هذا المشروع كان واحد من الأدوات اللي لجأت لها السياسة الخارجية الروسية باتجاه تعزيز العلاقات مع القوى الأوروبية مقابل الحصول على مواقف جديدة فيما يتعلق بدعوات ضم جورجيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي. وربما كان سابقا عدد من الرؤساء الأمريكان، وهذه المشاريع قديمة بالمناسبة ليست جديدة هنا، يعني أكثر من 10 سنوات على الاتفاقات هذه الدولية. بالمناسبة هذا الأنبوب الغاز تحديدا يعني تم تصميمه روسيا من أجل تجاوز عقبة أوكرانيا، من أجل القضاء على مسألة أن أوكرانيا تؤثر على روسيا في موضوع الأسعار وفي موضوع طرق الإمداد وفي قضية التدخلات السياسية. وبالتالي كان يراد إلى يعني الشروع بفتح مسارات جديدة بديلا عن المسارات الموجودة بالوقت الحاضر. الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دائما باتجاه منع اكتمال اي مشروع من هذه المشاريع، وربما هي اعاقت وحاولت اعاقه مشاريع اخرى مثل المشاريع المقترحه بين تركيا وبين روسيا ايضا. وهذه حقيقه تعبر عن دائما ان الولايات المتحده تريد ان تبقي في موضوع امن الطاقه قوتها العالميه، في عدم وجود مشاريع بديله، في عدم وجود قوى قادره على الاستعانة او يعني الاستغناء عن الدور الامريكي او عن مكانه الولايات المتحده في العالم في مساله امن الطاقه. فيما يتعلق بالتراجع ايضا، يعني ربما لا ننسى مساله مهمه جدا حقيقة، الولايات المتحدة الأمريكية تبحث دائما عن تعزيز علاقتها مع القوى الأوروبية، وهي تدرك أنه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من القوى يجب أن تكون إلى جانبها وليس إلى جانب روسيا. نعم، سنأتي على هذه العلاقة خصوصا بعد تسلم بايدن لمقاليد الحكم في واشنطن، لكن دعنا نشرك معنا في الحوار من موسكو المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الأستاذ تيمور دويدار. مساء الخير أستاذ تيمور.
تحياتي سيد الفاضل. أهلا بك أستاذ تيمور. كيف تقيم انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة للمراقبة العسكرية؟ باختصار شديد سيدي، نعم، يعني هو ربما رد فعل أو ما ترتب من تدهور العلاقات الأمريكية الروسية في السنين الأخيرة، ولا شيء ربما أكثر من ذلك، لأنه على مدار سنين من حكم السيد أوباما ثم السيد ترامب وصلت العلاقات إلى الحضيض، ولم يكن هناك حوار على المسائل المشتركة، منها هذه المسألة في قضية الأوبن سبيس التي مشترك فيها عدة دول، أعتقد 31 دولة، وانسحبت الولايات المتحدة السنة الماضية من هذه المعاهدة وانسحبت روسيا الآن. طيب أستاذ تيمور، هناك قمة مرتقبة بين بوتين وبايدن في جنيف في 16 حزيران، كيف تنظر موسكو لهذه القمة؟ صراحة يعني موسكو تنظر بإرادة لشيء إيجابي، إرادة لتطور إيجابي في العلاقات. من ناحية الأمال صعب التنبؤ لأي أمال إيجابية حتى الآن، لأن الوضع فعلا مأساوي، وصراحة لا يوجد شيء أو أي موضوع مشترك للتباحث عنه بين واشنطن وموسكو. فيتم الآن تدوين نقاط الحوار، ربما قد تتطرق الزعيمان إلى هذه المعاهدة أيضا، لكن الأمور معقدة للغاية. طيب يعني هناك كان لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي في أجواء هادئة في أيسلندا، هل يعني برأيك سيمهد هذا الاجتماع لأرضية مشتركة بين البلدين؟ نعمل ذلك، لكن صراحة يعني لما كان اللقاء على الهامش، وأكد السيد بلينكن أن هناك خطوط حمراء رسمها أمام السيد لافروف، وأكد أن هناك خطورة الولايات المتحدة متأكدة على يقين أن روسيا تشكل خطر للأمن القومي الأمريكي الذين نحن نفهمه هي المصالح الأمريكية في العالم، لأننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية، فلذلك الوضع على ما هو عليه. وأثناء ذلك اللقاء أحب أن أذكرك، أثناء حتى ذلك اللقاء بعد ربما ساعة منه أو أقل من ساعة، تم إعلان عن عقوبات جديدة أمريكية ضد روسيا الاتحادية. فربما ليست من ناحية القصوى ليست بالأكبر، لكن أعتقد الأمريكان يتركون العقوبات الأكثر تأثيرا إلى ما بعد لقاء القمة. طيب هل موضوع يعني أوكرانيا هو العقبة الأكبر بين موسكو وواشنطن؟ ليس فقط، إنما سيادتك يعني على حق، موضوع أوكرانيا موضوع حساس للغاية، لأنه هذه منطقة نفوذ روسيا الاتحادية وتدخلت بها الولايات المتحدة منذ السنين، وتعبث مثل ما تريد. لكن هناك موضوع نورد ستريم 2، خط الغاز الواصل لأوروبا، هناك معاهدات عدة انسحبت منها الولايات المتحدة مثل معاهدة خاصة بالجو، أنا أقصد الكلمة بالعربية معاهدة باريس بخصوص CO2 وكل ما يترتب عن إنتاج عن الإنتاج ونفايات الإنتاج في الجو، فقط يعني ربما لا أكثر من ذلك.
المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، كنت معنا من موسكو الأستاذ تيمور دويدار، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. أشكركم تحياتي لكم. شكرا جزيلا على مستمعين الكرام. نذهب في فاصل آخر ومن ثم نكمل معكم. عبر الحدود مع محمد الفاضلي. نحييكم من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد، وأيضا عبر صفحتنا في فيسبوك في برنامج عبر الحدود. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن انسحاب روسيا والولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة للمراقبة العسكرية. كما بحثنا في يعني أس المشكلة أو المشكلات العالقة بين البلدين الكبيرين. أعود بالسؤال إلى ضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والدولية دكتور محمد الحديثي. دكتور محمد، يعني هناك لقاء بين بلينكن ولافروف في أيسلندا، هل هذا لقاء كان على الهامش كما أشار ضيفنا من موسكو أم لا، سيمهد لأشياء ستعقد بين بايدن وبوتين؟ نعم، يعني هو ربما من المهم أن نذكر بأنه غالبا القمم الرئاسية الأمريكية الروسية لها خصوصية، وبالتالي ربما لا تفصح عنها في كثير من الحال لقاءات على مستوى وزراء الخارجية، مع التأكيد على أهمية لقاء وزراء الخارجية نظرا للمكانة اللي يتمتع بها كلا الوزيرين. لكن أيضا يعني أنا حقيقة ربما أتفق مع الزميل، اللقاء كان على الهامش ولم يكن لقاء مباشرا، وكان لقاء ضمن منتدى وضمن تجمع لمجموعة من الدول في إطار فعالية دبلوماسية. تعرف روسيا تبذل جهود كبيرة في موضوع محاولة حث الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق النووي، وعلى قضايا أخرى مثلا تسوية الأمور في الشرق الأوسط، الملف الفلسطيني، الملف السوري، وبالتالي هي بحاجة أيضا إلى التعاون مع الولايات المتحدة. أنا أعتقد فيما يتعلق إذا كان الحديث باتجاه القمة الرئاسية القادمة ربما ستفصح كثيرا عن مسارات وتطلع كل الدولتين لشكل العلاقة القادمة. من المهم أن نذكر أيضا أنه في الغالب الولايات المتحدة باعتبارها القوة الأكثر نفوذا والأكثر سيطرة وهيمنة هي التي توجه مسار العلاقة. نعم، روسيا لديها قوة كبيرة، لديها مكانة استراتيجية إقليمية ودولية، لديها مناطق نفوذ أيضا واسعة، لكن في النهاية القوي هو من سيحكم سياق العلاقة بين الجانبين. هل القوة للولايات المتحدة منفردة أم يعني تحالفها مع الغرب، ألمانيا، فرنسا، يعطيها قوة أكثر؟ طبعا بلا شك أن القوى الأوروبية تشكل حالة مساعدة باتجاه تحقيق الهيمنة الغربية اللي تتقدم الولايات المتحدة، لكن هذا أيضا يعتمد على طريقة تعاطي الرئيس الجديد الرئيس جوزيف بايدن مع السياسة الدولية. هل سيذهب باتجاه تعزيز منطقة الحلفاء والشركاء كما عمل الرئيس الأسبق باراك أوباما، أم سيتجه إلى العمل الانفرادي كما عمل الرئيس دونالد ترامب؟ بنهاية المطاف ربما السنة الأولى من الولاية الرئاسية للرئيس بايدن ستفصح عن الكثير في مشروعه السياسي. يعني أنا أعتقد أنه هناك حقيقة جملة من المشكلات اللي أثارها الرئيس بايدن، حقيقة هناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح في السياسة الأمريكية، هناك عدم وضوح باتجاه السياسة الأمريكية تجاه روسيا، تجاه دول الشرق الأوسط، تجاه الصين، تجاه القوى الأخرى، تجاه القوى الأوروبية. طبعا أيضا متغير مهم جدا يجب أن لا ننسى كيف سيؤثر الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم أن الولايات المتحدة كانت تسعى دائما للانسحاب البريطاني لأنها لا تريد أن تحقق الدول الأوروبية وحدة سياسية. الولايات المتحدة استراتيجيتها كانت معروفة دعم الوحدة الاقتصادية الأوروبية على أن لا تتحول إلى وحدة سياسية، لأن تحول الوحدة السياسية يعني ذلك زعزعة مكانة الهيمنة الأمريكية، وهذا يؤثر على تراتبية القوى العظمى في النظام الدولي. وبالتالي هذا أيضا الملف. طبعا بالمناسبة المسألة التي تجمع مصالح كلا الطرفين هي مسألة الانسحاب البريطاني. الانسحاب البريطاني يخدم روسيا ويخدم أيضا الولايات المتحدة. يخدم روسيا، يخدم روسيا لأنه يقلل من قوة القوى الأوروبية بمواجهة روسيا. يخدم روسيا لأنه يعني يجعل التعاطي مع دولتين أقل كلفة من التعاطي مع ثلاثة دول باتجاه قرارات موحدة. وبالمناسبة يعني لكن بعد خروج بريطانيا، عذرا دكتور، يعني هي تحاول عن متنفس وتحاول
بروز بريطانيا من جديد كانت يعني تعتقد انها مخنوقه في الاتحاد. يعني هي لا تزال الطموحات السياسيه البريطانيه باتجاه استعاده مكانه القوه نمبر 1 في العالم. وانا اعتقد انه ربما الامكانيات في بريطانيا لا تزال غير مؤهله لان تصبح الدوله الاولى على العالم في كثير من الاعتبارات سواء السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه وحتى العسكريه والامنيه. طبعا هذا لا يلغي الدور البريطاني، الدور البريطاني فاعل في كثير من دول العالم. وبالمناسبه ربما الساحه الاكثر نفوذا وتاثيرا لبريطانيا هي في الامم المتحده. في الغالب معظم القرارات الدوليه المهمه الحيويه المصيريه هي من صناعات بريطانيه وليست من صناعه امريكيه، على الرغم من الانفراديه والقوه الامريكيه. لكن هذه بلا شك هذه التفاعلات تؤثر في سياق العلاقات الدوليه وتؤثر في سياق العلاقات الثنائيه بين الدول ايضا، لا سيما بين القوى الكبرى في النظام الدولي. طيب هل اولويات واشنطن مطابقه لاولويات يعني الشركاء الاوروبيين ازاء روسيا؟ لا بلا شك انه الاولويات اختلفت، لا سيما عندما نجحت روسيا في استعمال الطاقه كاداه لمعاقبه القوى الاوروبيه. الاستراتيجيه الامريكيه بعد الحرب البارده واللي كانت متوافقه اوروبيا هي تحقيق توسيع حلف شمال الاطلسي وتوسيع الاتحاد الاوروبي ونشر الدرع الصاروخي في اوروبا الشرقيه من اجل احتواء وتطويق روسيا ومنعها من استعاده دورها في النظام الدولي. روسيا نجحت بسبب موقعها الجيوسياسي، بسبب امكانياتها في الطاقه، في توظيف الطاقه اداه لاستعاده مكانتها وقوتها الدوليه، ولذلك استعملت الطاقه بجانبين، بجانب الطاقه باي اي اي اصناف من الطاقه، يعني النفط فقط ام الغاز؟ لا هي روسيا يعني تملك كميات كبيره من النفط لكن هي اعتمادها الرئيسي على الغاز. هي استعملت صادرات الطاقه، استعملت اسعار الطاقه كاداه مرة لمعاقبة الدول كما يحصل مع أوكرانيا وجورجيا، وإحنا نتذكر بال 2008 أغلقت الغاز عن أوكرانيا وكتبوا الكتاب الغربيين باتجاه تجمد أوروبا الشرقية بهذا الإطار، وتستعملها أيضا كأداة من باب القوة الناعمة في تحفيز الدول وفي تشجيعها على مسايرة الطموحات الروسية، ولذلك مثلا تبيع الطاقة بأسعار تفضيلية، تلجأ في بعض الأحيان إلى تخفيض التكاليف مثلا لبيلاروسيا ولغيرها من الدول اللي تسير في الفلك الروسي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. هنا أستاذ محمد لا ننسى مسألة مهمة جدا تتعلق بالحتمية التاريخية والجغرافية. روسيا تدرك أو تشعر أنها صاحبة القوة والقدح المعلق في هذه المنطقة. لا سنتكلم كثيرا عن الحتمية، هذه نقطة مهمة مفصلية، لكن دعنا نذهب في فاصل قصير ومن ثم نكمل مع حضرتك والمستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم. مستمعين الكرام كونوا برفقتنا عبر الحدود مع محمد الفاضلي. إذاعة جمهورية العراق. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. رفع بيننا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. هنا بغداد، إذاعة جمهورية العراق. نزداد تميزا وعطاء. قد نختلف، قد نتفق، لكن الهدف واحد، إيصال الحقيقة من منبر الإذاعة. إذاعة جمهورية العراق من بغداد. عبر الحدود مع محمد الفاضلية. نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ونحن في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم في برنامج عبر الحدود. كان موضوع حلقتنا عن انسحاب الولايات المتحدة وروسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة، كما ناقشنا الكثير من المسائل العالقة بين روسيا وواشنطن. أعود يعني أرحب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والدولية الدكتور محمد الحديثي. دكتور محمد، كنت تتكلم عن الحتمية التاريخية، تفضل. يعني هو لا ننسى عندما نريد أن نحلل تعقيدات العلاقات الأمريكية الروسية وأثرها على المنطقة، على منطقة شرق ووسط أوروبا، لا ننسى أنه روسيا تدرك أنه لهذه المنطقة خصوصية في الطابع الحضاري وفي الطابع التاريخ الروسي، وأصبح النفوذ الروسي في هذه المناطق جزء من الحتمية التاريخية والجغرافية، على اعتبار أنه هذه الدول خضعت لفترات طويلة جدا. لا أتحدث هنا عن مرحلة الاتحاد السوفيتي، وإنما حتى في مراحل روسيا، في مرحلة قيصر بطرس الأكبر والقيصر الروسي، هذه المناطق جميعا كانت جزءا من الفلك أو جزءا من الدولة القومية الكبيرة الروسية. وبالتالي روسيا تشعر أنه أي تدخل غربي، أي تدخل أمريكي، يعني الآن لنرى على الرغم من طبيعة التحالف الاستراتيجي الروسي
الصيني، لكن روسيا لا حقيقة لا ترتاح للتحركات الصينية في منطقة آسيا الوسطى، وتستعمل مختلف الوسائل لإيقاف النفوذ الصيني أو نفوذ الهند أو أي من القوى اللي تسعى للتدخل في آسيا الوسطى. هذه حقيقة تعبر عن جزء من أصبح جزء من المسلمات بالنسبة للإدراك الاستراتيجي الروسي لهذه المنطقة ولغيرها من الدول في العالم. والآن في الأدبيات السياسية الروسية ما بعد الحرب الباردة، هذه المناطق كلها الآسيا الوسطى، القوقاز وشرق ووسط أوروبا أصبح ينادونها بالخارج القريب، اللي هو مصطلح اللي يعبر عن أنه هذه الدول كانت جزء من الاتحاد السوفيتي والآن أصبحت خارج الحدود الروسية، لكنها تبقى جزءا أساسيا من دائرة الأمن القومي الروسي. طيب كيف يعني تنظر لمقبل الأيام بين موسكو وواشنطن؟ ماذا يعني برأيك سيحدث؟ مسار العلاقات الأمريكية الروسية سوف يتحدد بمجموعة من القضايا الدولية، في مقدمة العلاقة مع القوى الأوروبية، مسألة الطاقة، مسألة الملفات الإشكالية، مسألة الاتفاق النووي الإيراني، ومسألة سوريا. وهذا أيضا راح وهناك متغير أيضا مهم جدا هو الحرب الأمريكية الصينية التجارية، المساعي الأمريكية لتحجيم المكانة العالمية للصين، محاولة الضغط على الصين، هذا أيضا سوف يساهم بالتأثير على العلاقات الأمريكية الروسية. يعني أنا أعتقد لحد الآن ربما لم تفصح الولايات المتحدة عن توجهات واضحة إزاء روسيا أو إزاء غيرها من الدول في العالم. طيب كيف تنظر لموقف العرب بين موسكو وواشنطن؟ يعني بلا شك أنه هناك بعض الدول العربية مصنفة تقليديا هي متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل الدول الخليجية ومصر والأردن وغير ذلك، وهناك دول أخرى بالمقابل تعتقد وتدرك أنه روسيا تمثل فرصة لها للخلاص من القيود الأمريكية، كما يحصل بالنسبة للتحالف السوري، بالنسبة لمواقف دول أخرى مثل الجزائر، مثل دول المغرب العربي. هذه الدول اللي حتى ربما حتى في العراق بالمناسبة العراق بالنتيجة تأثيرات الدور الإيراني والموقف الإيراني أيضا يتأثر في موضوع العلاقات العراقية الروسية. لكن بلا شك إجمالا تبقى الولايات المتحدة صاحبة نفوذ أكبر في المنطقة العربية وصاحبة تأثير أكبر على القرارات السياسية العربية. طيب أيضا موضوعات القضية الفلسطينية، الملف النووي الإيراني، هل يعني سيتحرك أكثر بعد لقاء بايدن بوتين؟ يعني هو بلا شك أنه هذه يعني ربما سنرى في قادم الأيام ما هو جدول أعمال القمة الرئاسية القادمة. أنا أعتقد أنه الاتفاق النووي يحظى بأهمية أكبر من القضية الفلسطينية، على الرغم من كل الحديث الأمريكي عن أنه المساعي لإنهاء هذا الصراع والمساعي للوصول إلى حل الدولتين ومباشرة مفاوضات والحلول الدبلوماسية، لكن أنا أعتقد أنه الخطر الإيراني بالنسبة للمدرك الأمريكي هو أكثر أهمية وقيمة في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا للباحث في الشؤون السياسية والدولية الدكتور محمد الحديثي، شرفتنا بقدومك لحلقتنا لهذا اليوم. شكرا محمد، تحياتي لك وللمستمعين الكرام. شكرا جزيلا. نعم مستمعينا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتي في التقديم محمد الفاضلي، وفي الإخراج الزميل عباس فاضل تشتي. شكرا لكم وإلى اللقاء. عبر الحدود مع محمد الفاضلي.